4 أشهر مضت على استعادة القوات الكردية بلدة كوباني من يد مقاتلي داعش دون أن تنجح في إعادة الحياة اليومية إلى مجاريها. فما زال عدد كبير من اللاجئين مشردين في مخيمات في منطقة ساروجا التي تبعد نحو 10 كيلومترات غربا عن ولاية شانلي أورفا التركية يعتشون على ما تقدمه السلطات المحلية من دعم يعتبره اللاجئون غير كاف لإخراجهم من وضعهم المأساوي. الدمار الواسع الذي لحق بكوباني التي شهدت غارات جوية كثيفة استهدفت مقاتلي داعش إضافة إلى حرب الشوارع التي عانتها المدينة. هذا الدمار يحول دون عودة اللاجئين، فهم عالقون في مخيماتهم وعاجزون عن العودة إلى منازلهم ومزاولة أعمالهم بسبب انهيار البنى التحتية بشكل شبه كامل. فالمباني المتداعية والمدمرة إضافة إلى الجدران التي تبدو عليها أثار الرصاص تغلب على المشهد العام في كوباني المنكوبة دون أن تنزع من أهاليها حنين العودة إلى أيامهم. عشان نشوف بيتنا وذكرياتنا، ذكريات كثيرة. الدمار وعدم استقرار الوضع في محيط كوباني يبدوان عائقين صغيرين أمام إرادة سكان المدينة في العودة لإعادة إعمارها والتأسيس لمستقبل يبدو أكثر استقراراً، لا سيما حين ينظرون إلى النموذج الكردي الناجح في الإقليم العراقي. مها إبراهيم، العربية.